أحييكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة إلى أبرز عناوينها. تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق 3 سنوات والإعلان عن عودة 58,000 عائلة نازحة لمناطقها. وزير المالية يرجح تأخر الرواتب لأسبوعين في حال لم يمرر قانون الاقتراض ويعلن خلو موازنة العام المقبل من الدرجات الوظيفية. ذوو المهن الصحية يتظاهرون للمطالبة بتعيينهم وتوفير التخصيص المالي لهم واستثنائهم من الموازنة. قبل يوم من انتخابات الرئاسية الأمريكية، بايدن يتقدم على ترامب بمعظم الولايات في أحدث استطلاعات الرأي.